المجموعة الأولى، سريعا ناخد المجموعة الثانية. المجموعة الثانية، اتفضل. السنغال، زيمبابوي، غينيا، ملاوي. أيوه. مجموعة قوية، أتوقع السنغال وغينيا. لا خلينا الأول التشكيل بقى الأمثل للسنغال، أما الباقي ناخد بس أشهر الأندية. السنغال في مندي طبعا حارس مرمى، وفي بابي أبو طبعا سيسي. مندي ده تشيلسي. تشيلسي طبعا. وكوليبالي. كوليبالي نابولي. نابولي. وساليو سيسي. ساليو سيسي أولمبياكوس اليوناني. وبوناسار. بايرن ميونخ. ومندي. برضو ادوارد مندي ده تشيلسي قلناه، وادريسا كان جاي، ادريسا ده باريس سان جيرمان، وساديو ماني. ساديو ماني طبعا ليفربول. اسماعيل اسار، احنا قلنا مندي ليستر سيتي بالظبط، وساليو سيسي نانس الفرنسي، وحبيب ديالو. وحبيب ديالو ده بيلعب في ستراسبورج الفرنسي، وبولاي دا ديا. بولاي دا ده في ريال، واسماعيل اسار بيلعب في واتفورد. حاجه يعني ما يعني فرقه يعني فرقه قويه جدا 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 جدا، وهم طول عمرهم كابتن السنغال جامدين جدا. وطوال واجسامهم وعندهم سرعه يعني. على فكره صعب جدا المعادله بقى طويل وسريع. ايوه فلعيبه لو خلي بالك اسماعيل اسار ده بتاع واتفورد ما كانش هيبعته نادي واتفورد، وقلبوا الدنيا الاتحاد السنغالي، وهدد باللجوء للاتحاد الدولي وحكايه روايه، خلى واتفورد يجيب ورا ويبعت اسماعيل اسار، ما بيسيبوش حد يعني. هو منتخب قوي، وبعدين معاهم ساديو ماني، يمكن وصلوا سيمي وصلوا فاينل مع الجزائر في كاس الامم 2019 بالظبط. فلا منتخب فرقة قوي، فرقه تقيله ومؤهله ومرشح بالظبط. طيب خد لي بس اشهر الانديه في باقي المجموعه. عندنا مثلا يمكن زيمبابوي مثلا. زيمبابوي الانديه اشهر الانديه. اشهر الانديه في مثلا انا مش شايف، مش شايف ولا نادي. تخيل يعني كله سوبر سبورت وحاجات كلها يا كابتن، ما فيش غير لا يعني ما فيش غير اليوم ده اللي هو المهاجم ده بتاع اليوم فرنسي بالظبط، هو ده اللي في اليوم، لكن ده اللي في الصوره شويه. لكن غير كده ما فيش، ما فيش، كلها انديه عاديه جدا. ولا ما فيش. وملاوي برضو حضرتك مش هتلاقي حاجه، ملاوي كلها برضو كلها جنوب افريقيا، وسيمبا ومولدوفا، ويعني برضو ما فيش انديه قويه جدا اطلاق ولا نادي قوي يعني. ده ملاوي. طب غينيا؟ غينيا يمكن اكتر لعيب فيهم مميز هو امادو ديوارا، لاعب هو روما ده، ونبي كيتا طبعا. طبعا نبي كيتا بتاع ليفربول طبعا. ومعاهم كمان كامارا ده بيلعب في الاولمبياكوس اليوناني. بس غينيا طبعا معظمهم فيهم محترفين كتير يا كابتن مدحت يعني. في مثلا سيدو سو ده في سانت اتيان فرنسا. في ابراهيم كونتي ده نيور بورتو فرنسا. سيلا تولوز كلهم في فرنسا عشان هم بيتكلموا فرنسي. معظم الناس اللي من غينيا دايما بتلاقيهم حاجة متوجهين يعني ناحيه فرنسا، ان حتى القانون بيسمح للمحترفين باعداد كبيره بالظبط، مفتوحه. في ابراهيم سيسي في بلجيكا، في لايبزيج موريبا، وفي مثلا نبي كيتا احنا قلنا نبي كيتا طبعا ليفربول. ده الوحيد اللي يعتبر النجم بتاعهم يعني بالظبط يعني كويس. طيب